السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنكمل حلقات الهجرة، واللي ما يعرفش دي مجموعة حلقات انا كنت عملتها عشان تساعد الناس اللي اخدت قرار الهجرة. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن اخواننا اللي بالفعل متجوزين واخدوا قرار الهجرة، وعن ثلاث انواع من الستات ما ينفعش تجيبهم معاك هنا. واول نوع معانا النهاردة هو الست النكدية، الست الكئيبة القلقانة المتشائمة اللي ما عندهاش طموح، اللي عندها طاقة سلبية تكفي بلد، اللي تسألها مالك تقولك مفيش، مالك مفيش مفيش، وتعملك كده مفيش. دي ما ينفعش تجيبها معاك هنا. ليه ما ينفعش تجيبها معاك هنا؟ لأن البلد هنا في البداية مدعكة، هتشتغل ساعات طويلة ومرهقة وشاقة. انت ممكن عادي جدا في يوم تشتغل 13 و14 و15 ساعة في اليوم عادي. فلما حضرتك مروح البيت اللي هو المفروض مروح عشان ترتاح، مش هيكون عندك طاقة ان انت تجادل وتناهد فيها. واللي زي دي تسيبها في مصر، ما تجيبهاش هنا قبل ما تتأكد انها توديها عند مثلا خبير تربوي او دكتور تعديل سلوك او ما شابه. والنوع التاني معانا النهاردة هو الست المبذرة. اذا كانت الست متأثرة بالثقافة الاستهلاكية وعندها شراهة في الشراء وما عندهاش ادراك لقيمة الاشياء وماشية بمبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهو منها تدلع نفسها لبس ومكياجات وخروجات وفسح وسفريات وتخلص على اللي معاك عشان ما تشوفش نفسك عليها، فدي ما ينفعش برضو تجيبها معاك هنا. ليه ما ينفعش؟ لان كل الفلوس اللي انت هتشتغل بيها هي هتخلص لك عليها اول باول. لان زي ما قلنا ووضحنا قبل كده ان الشراء هنا سهل، حتى لو ما معكش تمن الشيء اللي انت بتشتريه. في عرب كتير هنا ناجحين، وفي نفس الوقت في عرب كتير برضو فاشلين، ما حصلش تطور في حياتهم، جاي بقاله 15 سنة زي ما هو، نفس الشغل ونفس الدخل. لو فتشت عن سبب فشله هتلاقي ان سبب فشله هو الست. والنوع الثالث معانا النهاردة هو الست العوب. ودي بقى الست اللي بتلعب على الونجين، شوية عايزة تكون امريكية وشوية عايزة تكون عربية. انا امريكية وليا حقوق، حضرتك مش من حقك تزعلي او تأمرني، وسمحت ما تفرضش عليا رأيك. انا انزل وارجع براحتي ومش مسؤول اعمل لك اكل او شرب، لو عملت لك اكل او شرب ده تفضل مني. طيب خلاص مفيش مشكلة، هنقضيها امريكا. طيب الست الامريكية ما بتقعدش في البيت، بتنزل وبتشتغل وبتساعد في المصاريف، ايجار واكل وشرب وفواتير ونت وجاز وكهرباء وتاكس وكل شيء. لا انا عربية والله، يعني تلاقي الآية الجميلة طلع الرجال القوامون على النساء، ومش انت الراجل ومش انت المسؤول عن البيت وعن الأسرة وعن المصاريف وعن العيال وعن 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 وعن. والنوع ده من وجهة نظري هو الأخطر، لأنها لو طلعت قليلة الأصل مش متربية هتطلقك في المحكمة وهتاخد اللي وراك واللي قدامك، وتبقى انت خسرت البيت وخسرت العيال اللي انت أساساً جاي عشانهم. هم دول الثلاث أنواع اللي انت ما ينفعش تجيبهم معاك. هنقولهم تاني بسرعة: الست النكدية، التانية الست المبذرة، التالتة الست العوب. وعشان تجيب زوجتك معاك هنا لازم يكون في توافق وانسجام بينك وبينها واحترام غير عادي، لأنها في مصر لو واحد هتكون هنا 10. تابعونا، شكرا.